بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة فيليب لاكوستا، أطلق صباح اليوم رسميا وزير البيئة والصيد عبد الله مبدو مشروع دعم الكفاءات النسوية لشعب أمبورورو الفلاني الرحل، حيث تم تمويل هذا المشروع من قبل مشروع دعم القيادات المدنية والتجمعات المحلية وترقيتها. جرت المناسبة بيت المرأة الشادية بالدائرة الثامنة. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. مجموعة من الأهداف التنموية كتحسين وضع النساء وضمان حقوقهن القانونية وحماية البيئة وإنشاء التعاونيات الاجتماعية واستقلالية المرأة والاهتمام بالتعليم لأطفال ونساء قبيلة الفلاني الرحل أمبورورو القاطنين بتشاد. تضمنها فحوى هذا المشروع التنموي الذي يهتم بقضايا المرأة القروية بإقليمي شاريبا غرمي ومايوكيبي، والذي أطلقته جمعية نساء الفلاني الرحل. على حسب ما ورد في سياق المشروع من قبل المنسقة هندو عمر إبراهيم، والتي أشارت فيه إلى معاناة المرأة القروية وعدم تمتعها بمعظم الحقوق المدنية. أوين في برد كله يخدموا مرة واحد كتير، يخدموا في بقر وهسادة يحرطوا ويالوا ما عندهم وقت، وهم كلهم ما عندهم وقت عشان ده بروجي ده سوينا ونعاونهم. السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوستا أعرب عن إعجابه بمبادرة هذه الجمعية النسوية، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية قدرات النساء الريفيات عامة والرحل على وجه الخصوص. بدوره وزير الصيد والبيئة عبد الله مبدو شجع مثل هذه المشاريع التي تدخل ضمن سياسة الدولة خاصة في الجانب البيئي، وأن الخطة التنموية لتشاد من العام 2017 وحتى العام 2021 لقيت اهتماما ودعما قويا من قبل الشركاء والدول الصديقة نتيجة للسياسات الواضحة التي انتهجتها الحكومة في مجال التنمية بشكل عام. ونشير بأن جمعية نساء الفلاني القاطنين بتشاد تعمل منذ العام 2006. ترأس صباح اليوم الأمين العام للكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد مناسبة انضمام النقابة الوطنية للسائقين في الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين. تقرير حليمة سعد يعقوب. من أجل التضامن والأدب والحرية جاءت هذه الجمعية العمومية التي نظمتها الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين، وذلك بالتعاون مع النقابة الوطنية للسائقين. الهدف هو الانضمام الرسمي للنقابة الوطنية للسائقين على صفوف الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين. المناسبة هدرها عدد كبير من السائقين الذين قدموا من مختلف أقاليم البلاد، حيث تقللت المناسبة بعدة كلمات، أولاها كلمة رئيس النقابة الوطنية للسائقين التشاديين موضحا فيها أهمية هذه الجمعية العمومية. نوضح لكم شيء، إن النقابة الوطنية سواقين هنا التشاد ليس سياسيا ولا دينيا ولا قبليا، نحن متضمنين ومنسجمين قبل القرون عشرات السنين. من جانبه الأمين العام للكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين مناشدا الجميع للاهتمام بهذه الهرفة الشريفة. أنتم حرين في نفسكم، زي ما أول تقدموا ده تقدموا هنا ده، أنتم ميليتها هنانا وقاعدين أديرها هنانا، لكن سندقها هنا بدا تعرفوا رئيس هنا والقايدة، أننا ما ندخل في شهوركم ولا ندخل لكم نجيب لكم مشاكل. والجدير بالإشارة أن النقابة الوطنية للسائقين التشاديين تأسست منذ عام 1992 بالعاصمة إنجمينة، ولها عدة مكاتب فرعية بأقاليم البلاد. أطلقت الجمعية الخيرية للتنمية والثقافة الاجتماعية حملتها التوعوية حول أخطار الزواج المبكر، كان ذلك بحضور الأمين العام للجمعية سيدة سمية مسار حسين بحضور لفيف من المعنيات. تقرير عبد الله هارون برما. الآثار السلبية الناتجة عن الزواج المبكر في صحة الفتيات، تحت هذا الشعار أطلقت الجمعية الخيرية للتنمية والثقافة الاجتماعية حملتها التوعوية ضد عملية الزواج المبكر، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات النسائية الناطقات باللغة العربية وبالتعاون مع منظمة الأمومة والطفولة يونيسف. هذا وقد استهلت المناسبة بكلمة الأمينة العامة للجمعية سمية مسار حسين، والتي ثمن جهود المنظمة على اهتمامها بقضايا المرأة ومشاركتهم في العديد من أنشطة الجمعيات العربية. تبنت الجمعية 50,500 طالب علم وإنشاء مراكز صحية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المساعدات الإنسانية ودعم التعليم ومكافحة الأمراض الوبائية وخاصة مرض الإيدز
عقب ذلك تداولت كلمات عدة من النساء الحاضرات، جلها تنصب في مكانة المرأة في المجتمع ودورها الأساسي في الحياة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التربية وتكوين الأجيال. إذن بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الجادية من أجمنها. تلقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.